رانا نهضروا مع الناس باش الناس فالناس اللي تسمعنا تفهم شويه. بيان سور انا واحد اللي يتبع امير ديزاد ما يقدرش يسمعني، محال ما ينجمش. امير ديزاد سا فونكسيون سي دوكوبي لي اسبري دي بيرسون كي تي بوتونسييلمون ابت ا فير كيلكو شوز. توت افي نو مي انا بريتي كيما هذاك ومام المعلم تاعو الاخر. بون لا كيستيون مي بوزي مدام ولا نجاوبها باسكو بوزوها لي ناس. قول لي كيفاش انت كنت تتصل et tu voulais que Rachid participe au congrès. Oui, oui, tout à fait. C'est une question qui revient souvent. شوفوا نعرف Rachid نهار خلقت. كنت فاهمه. ونعرف لي دو سو تاعها. وعلى بالهم بلي نعرف لي دو سو تاعهم سا مي كونسيرن با. حنا حطينا حاجز لما خلقنا جبهة القوى الحية. خلقناها قبل 22 فيفري، خلقناها 27 ديسمبر 29 ديسمبر 2017. لما جاء 22 فيفري كملنا في نفس السياسه، الجزائر لازمها تغيير، دونك تقارب، ما قبل 22 فيفري ما نحسبوا عليه، ما نحاسبوا به. الجزائر جديده، طاقات جديده، كفاءات جديده، عقليه جديده. شعب عنده مطالب حقيقيه جديده واعيه. لكن هاد الناس حركه رشاد يوم 29 ماي لو غورو نتاعهم يعني اللي ينطق بزاف فيهم زيطوط اعتبر الحركات الارهابيه في الساحل كحركات تحرريه، يعني عاود ولا الحكايه تاع بكري المية والجيه والاياس، ويقول لك يعني دخلوا في عقول الناس غير العسكر كان يقتل. دونك العسكر كان بولحيه والعسكر يخوه من ايه بلا الحيه ويتيروا على بعضهم ولا كيفاه. ومن بعد يعلنوها بواحد، ايه انتم حركه ارهابيه، انتم حركه تبع الترك المؤتمر الامه، انتم حركه دانفيلتراسيون تاع الدول اللي كيما الجزائر. محال تطور بكم الجزائر لانكم خوانه وخبثاء وعملاء. وما كانش فرق بينكم وبين الجنرالات، الجنرالات عملاء تاع الاقدام البيضاء وخوانه وحاكمين الجزائر، وانتم عملاء تاع زباله اخرى كاع. كي نعرف راه جامي اون الجيري. باش نهنيكم ثاني، رايحين تجيبوا الخراب للجزائر في مصلحه الاقدام البيضاء، باش توصلوا انتم والله لا وصلتوا. والله لا وصلتوا، لانه الاقدام البيضاء اذكى منكم بزاف 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 بزاف، وانتم اغبى منها بزاف 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 بزاف، لانه الاقدام البيضاء ثاني اغبياء على سيرتان نيفو، ما لحقتوش الغباوه نتاعهم انتم. دونك انا جاوبت الناس اللي يقولوا افكتيفمون حنا عندنا عقليه شويه تاع الاسلام ويجب ما قبله. جات الثوره قلنا مال الناس كل راحين يلتحقوا بالشعب هذا، وفضينا كاع اللعب والزهو اير. في نهار الجماعه ما زالت تزرنج وتغني مع الترك ومع قطر ومع السعوديه ومع الامارات، والشعب هذا هو الضحيه والجزائر هي الضحيه. الشعب ضحيه مش رحمه، انا شفنا ان بوتي ترومبلمون دو تير، هذا ماشي كبير، الوغ سي 4.5 جيماجين ان 7 نيماجيني ميم با مدام. C'est une catastrophe, mes chers, c'est une catastrophe humanitaire et matérielle et humaine surtout parce que je ne veux même pas imaginer comme vous, M. Rahmani, mais il se prépare parce qu'on est, sur un territoire sismique et on le sait depuis toujours, hein, il y a des plaques tectoniques en Algérie bougent, ce n'est pas d'aujourd'hui, et il faut toujours faire de la prévention et se préparer à une éventuelle catastrophe naturelle. Mais là, on ne s'est même pas préparé à une catastrophe sanitaire. Donc, là-dessus aussi, c'est une catastrophe. Bon, M. Rahmani, je voulais juste vous poser une question concernant le Riyad al-Siyasiya. Si aujourd'hui, demain, il y a Riyad al-Siyasiya, est-ce que les Riyad auront besoin de l'armée, mais l'armée propre, on va dire, pour être maintenue? Parce que j'avais lu un article concernant Mouloud Hamrouch il n'y a pas longtemps, il a fait un article en disant qu'on a besoin, que si l'Algérie veut s'en sortir, on aura quand même besoin de l'armée, mais de l'armée propre. Sophia, madame, je vais vous répondre. Donc, maintenant, madame, c'est le soual, est-ce que Kimagal Hamrouch, Mhtajin Radoual Djish, Lomach, Mhtajin El Djish? El Djish. الجيش الوطني الشعبي راهو اون بي يعني
كنقول لك انا ماشي بيير اونغولار. شوفوا ما نقدروش نستغناو على الجيش، هذه انساوها في عمركم وحياتكم. وما كانش دوله تستغنى على الجيش. القوه نتاع امريكا بالجيش نتاعها، والقوه نتاع فرنسا بالجيش نتاعها، والقوه نتاع الصين بالجيش نتاعها، والقوه نتاع الروس بالجيش نتاعو. يعني الجيش مصدر القوه، كيفاش نقدروا نستغناو عن مصدر القوه؟ سي لارمي اي طالو ليجين دو لا فورس دان باي اي دو لا بويسونس دان باي pour qu'un pays puisse s'imposer et éventuellement même se projeter au-delà de ses frontières. Comment voulez-vous qu'on s'en passe de la force d'un pays qui m'a dit que l'un insan normal n'hilo les muscles ou le mokh li khlih yemchi. Ma nkdbouch, chofi, ma nkdbouch ala rouhna, bon nhedr drka lugha chabawiya al mawdou hada. Nhkmou ay rais fi al alam. Chkoun li lhaq lil rais w ch gaad yisra fi al kharij. ماش وزارة الخارجية، مخابرات الخارجية. شكون اللي لحق الرئيس وش قاعد يصرى في الداخل؟ المخابرات الداخلية. شكون اللي لحق الرئيس وش قاعد يصرى بين الداخل والخارج؟ والإدارات والتسيير، المخابرات الاقتصادية. شكون اللي يحمي البلاد ويخلي عندها قوة؟ الجيش. شكون اللي يخليها تحافظ على الحدود؟ الجيش. شكون اللي يخليها تحافظ على مصالحها البحريه؟ الجيش. وعلى مصالحها الاقتصاديه في المياه الاقليميه الاقتصاديه؟ الجيش. كيفاه تستغناو على الجيش؟ بصح ماشي عسكر الكلخ شنقريحه وصحابو. فوالا اون با جو بارل با دو سا، جو نو بارل جامي دي جون هادو، جو بارل دو لارمي تكنيك ريغوليير بروفيسيونيل الجيريان. دونك شي رحماني دورو ندورو نعاودو نوديو لا لوا مارسيال، اون بو رونير لا لوا مارسيال، لا لوا مارسيال بو سوفي لالجيري. لا لوا مارسيال بو سوفي لالجيري. شوفي ساهله خلاص، دوكا الجزائر عندها حل حلين، ما عندهاش 3 ولا 14 ولا 50. مي سامحيني مدام ما نكملش نجاوبك على السؤال هذا، لانه درك دخلنا في مرحله عندنا الاقدام البيضاء عدو، عدو بواح من بكري للجزائر. بيان سور الاقدام البيضاء شكون الايادي نتاعهم؟ هما جنرالات الحكومه وهذا تبون وصحابو المشاكل هذه. عندنا عدو ثاني هو عدو اجنبي استعماري اسلامو صهيوني، ممثلين نتاعو حركه حمص، حركه النهضه، الاحزاب الصغيره هذيك ساتيليت الاسلامويه، بعض الاحزاب اللي تابعه لها انديريكتومون، بلوس حركه رشاد. هادو ترك قطر، هادو يعتبروا بالنسبه لي انا جوساسه. دونك خطر جوساسي جاينا من الخارج، اهداف نتاعو خارجيه. لا براف سي كو الناس هادو نهار الترك دخلت وجات تدخل في ليبيا تفضحوا وبانوا، دونك بانت العقليه نتاعهم.